السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ سلام. عم اريدك تحكي لي، هلا بيك هلا بيك. عم اريدك تحكي لي عن هذا السوق، انه صار لك ايش قد تشتغل هنا؟ السوق قديم، يعني اقدم مما انا كنت. انا جيت هنا تقريبا بالثمانينات على ديك الصفحه كنت. فالسوق اقدم من عندي، اقدم بهواي، يعني من الستينات هو هذا سوق هرج، عالم اي عالم تبيع وتشتري به. شنو البضائع اللي يبيعوها ويشتروها؟ اي شيء يخطر ببالك موجود، اي شيء يخطر ببالك موجود، من تحفيات الى انتيكات الى ساعات الى محابس الى نظارات اقلام سباح، اي شيء كان، اي شيء. صار لك عم وش قصه؟ كل شيء كل شيء. صار لك ايش قد هنا؟ تقريبا من 85، وتركت السوق بالطائفيه بال 2007. اي تركته. بعدين رجعت. بعدين رجعت. رجعت بس مو مثل قبل. يعني الوضعيه شلون اختلفت عن قبل؟ قبل كانت اكو بضاعه، يعني حيل بضاعه موجوده كلش، تريد يوميه خير من الله نحصل. هسه لا والله نادره، كلش نادره، لانه البضاعه القديمه والتراثيه والاصليه بنأكد عليها، الاصليه كلها راحت، طلعت خارج العراق. الميدان حلو، يعني شغلاته تراثيه قديمه، يعني حاجاته رخيصه يساعد الفقير، يعني اسعاره يعني كلش انه تساعد الطبقه اللي ما تقدر تشتري الاشياء، يعني القاليه او شلون نقول الحاجات الثمينه، فيجيبون يعني اللي عندهم اكثر الناس يجيبون حاجات المنزليه، يعني عندهم الزايده او ما يحتاجونها يجيبونها هنا بالميدان. زين انت هنا جاي شنو؟ انه بس تباوع او تشتري او شنو يعني؟ اي اشوف اللي اريده، واذا لقيت شيء يعجبني او مناسب اخذ. زين شنو يعني لك سوق الميدان؟ والله قلت لك حلو، تراثي يعني، حلو يعني شغلاتها حلوه تراثيه. شنو اكثر شيء ميزه يعني انه انت دائما تجي هنا؟ هو كيف الناس البسيطه اللي بيه، وناس شلون تقول الطبقه الفقيره.